الركن الخامس من أركان الإيمان الذي هو اليوم الآخر، هذا خبر. من الذي أخبرنا بهذا الخبر؟ النبي عليه الصلاة والسلام، والأنبياء السابقون أخبروا أمامهم بهذا اليوم، لأن هذا الخبر يختلف عن الخبر الذي تكلمت عليه في مقدمة التاريخ الإخباري أو المحدث. والمحدث عندنا يهتم بالخبر أكثر، لأن الأحاديث هذه تصحيحها ينبني عليه أحكام عقائدية وأصولية وفقهية. فالأخبار في مقدمة التاريخ تكلمت أن الخبر تعريفه ما يحتمل الصدق وما يحتمل الكذب، وأن هذا الخبر ينقسم إلى متواتر، أي رواه جمع كثير، هذا واحد. الأمر الثاني تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني يقول الإنسان مستحيل هؤلاء أن يجتمعوا على الكذبة. الثالث أن يفيد العلم لسامعه، يعني يقطع، ليس هذا الخبر يفيد الظن بل يفيد القطع 100%. والشرط الرابع أن يكون منتهاه الحس، سمعته رأيته. وهذا المتواتر إما أن يكون معنويا، يعني عندي 60-70 رواية أو خبر تتكلم عن عذاب القبر، ألفاظها مختلفة لكن بالنهاية تدل على شيء واحد، أن هناك عذاب في القبر أو نعيم في القبر، أو تواتر لفظي، أن اللفظ ينقل لفظا كما هو. فذكرنا المتواتر وتعريف المتواتر وشروط المتواتر، وذكرت القسم الثاني من الأحاديث وهو الآحاد، يعني يرويه واحد عن واحد. أحاديث المتواتر يفيد القطع، الحديث الآحاد يفيد الظن، وشروط الحديث الآحاد بنقل عدل، أي أن يكون مسلما عاقلا بالغا عدلا، يعني هذه العدالة صفة ملازمة للتقوى، لا يكون معصوما، لكن غالب أحوال هذا الإنسان التقوى. وأن يكون سالما من خوارم المروءة، يعني ننظر مثل هذا الشخص في المجتمع، إذا فعل هذا الإنسان فعل يخالف ما عليه أمثاله من الناس فنقول هذا عنده خارم للمروءة، مثل أن يبول في الطرقات، أن يكون كثير المزاح، مستهزئا دائما، سخيف. بنقل عدل تام الضبط متصل السند من غير شذوذ ولا علة، هذا الشروط الصحيح، ويسمى الصحيح لذاته. وتكلمنا أن الصحيح هذا إما أن يكون مشهورا أكثر من 3 رواة، أو أن يكون عزيزا رواية 2 على 2، أو أن يكون غريبا فرد عن فرد. وهذا الأحاد ينقسم إلى متصل ومنفصل، المتصل كما ذكرنا، والمنفصل هو المرسل. والمراسيل إما أن تكون مراسيل الصحابة كلهم عدول تقبل أحاديثهم أو رواياتهم، وإما أن تكون عن التابعين، فيسمى الخبر المحتف في القرائن. وتكلمنا عن الراوي، صفة هذا الراوي عند التحمل أن يكون مميزا ضابطا، ولا تشترط. تفضل. أعتذر، جاء ضيف. فالمهم، وهذا الذي يحكم على الأحاديث الحاكم، أن يكون عالما بأسباب التجريح، أن يكون عالما بأسباب التعديل، وأن عند العلماء قاعدة الجرح مقدم على التعديل، وهذه القاعدة ليست على إطلاقها، ليس كل إنسان جرح نمشي وراه أيا كان، بل بين الإقدام والإحجام. وذكرنا بما يرد به الخبر، إذا هذا الخبر خالف العقل، أو هذا الخبر خالف الإجماع، أو خالف نصا قطعيا، أو خالف متواترا،
وذكرت عند التعارض بين الأخبار ترتيب الترجيح. أولاً إذا استطاع أن يجمع بين الخبرين كان بها، ما استطاع ينظر إلى النسخ، ناسخ ومنسوخ، إلى الزمان. ما استطاع الآن يبدأ بالترجيح، ما استطاع أن يرجح يتوقف، لأنه إذا قال يقول على الله بغير علم، لأن هذه الأخبار أو هذا الجزء من الأخبار يختلف عن الجزء أو القسم الثاني من الخبر، هو خبر الرسول المؤيد بالمعجزة. ذكرنا تعريف المعجزة، والمعجزة إما أن تكون حسية أو عقلية، هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة. في مقدمة التاريخ ذكرت هذه المسائل، والفرق بين المعجزة والكرامة، وبين الكرامة التي تكون للولي، وبين المعونة التي تكون للمؤمن، وبين المعونة التي تكون للمؤمن، وبين ما يكون للكافر للابتلاء كأعور الدجال. يعني الله سبحانه وتعالى يعطيه من خوارق العادات من أجل أن يبتلي الناس، وبينما الخارق العادة الذي يعني يكون على يد مدعي النبوة الكذب، مثل ما حصل مع مسيلمة، قال سأبصق في هذه البئر لتصبح عذبة، فصارت ملحا أجاجا. وبينا الفرق بين المعجزة والسحر، أن المعجزة لا تتعلم وليس لها معارض، أما السحر يتعلم. السحر الأفعال التي يقومون بها يأتي بها سحر آخر، لا 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 تكون سالمة من المعارضة، ويتعلمها إنسان آخر. لكن المعجزات تكون سالمة من المعارضة، لا يستطيع أحد أن يعارضها ولا تتعلم. فلا بد في التفريق بين الخبر الذي يكون عن الرسول المؤيد بالمعجزة، ما دليل صدق هذا النبي يقول معي المعجزة، ما هي المعجزة؟ هذا الأمر الخارق للعادة، دلالة صدقه أنه يخبر عن صانع الكون. وهناك قرائن وشروح على هذه المسألة، لكن لا بد التفريق، هذا خبر إما أن يكون متواتر أو آحاد. هذا الخبر عن الرسول خبر آحاد يرويه واحد، لكن مؤيد بالمعجزة، فهو يفيد القطع بالشروط التي ذكرتها.